إلى موضوع البحارة الأوكرانيين الأسرى، حيث تمر 100 يوم على اعتقال البحارة الأوكرانيين من قبل القوات الروسية في المياه الدولية بالبحر الأسود. أقارب الأسرى قاموا بإنتاج فيديو دعما لهم خلال تواجدهم بالأسرى الروسي. للتذكير، فإن قوات الأمن الروسية اعتقلت في 25 نوفمبر 2018 24 بحارا أوكرانيا كانوا على متن 3 سفن في المياه الدولية بالبحر الأسود. السفن الثلاث كانت متجهة من ميناء أوديسا إلى ميناء ماريوبول قبل أن تطلق القوات الروسية النار عليها. روسيا تتهم البحارة الأوكرانيين بعبور الحدود بطريقة غير شرعية. تطالب أوكرانيا والمجتمع الدولي بأن تفرج روسيا عن أسرى الحرب الأوكرانيين.